اخوان السلام عليكم. ان شاء الله غادي ندوي لكم على لي سويغلاس يعني على داك اللي كيمسح لنا الدجاج. المهم بالنسبه لنا حيت هذا الموطور هذا لي موطور غادي فيهم واحد المشكل انه هاد اللي بغا هادو باش كيوقع عليهم كيتكوانساو هنايا مع كيدخل الماء كيوليو صداو كيتكوانساو ما كيبقاوش يديروا. ولا اش كيوقع الاخوان انه هاد لابول هادي نورمالمون كتدخل فواحد لابول ديال الحديد يعني دايره بحال ما هكا هادي جديده وهادي اللي ايزي. يعني اش كيوقع الاخوان انه كتوسع وكتولي البول يعني هادي كتولي تخرج الراس يعني كتخرج من السويغلاس. هادي بالنسبه للناس اللي عندهم اللي ساكنين في كندا ولا في روسيا ولا بلاصه اللي فيهم الثلج في الصباح احسن حاجه هي نقي الدجاج ديالك قبل ما تخدم السويغلاس حيت سينو راه كتفرع هادو. بالنسبه للدياغنوستيك الاخوان ديال هادو يعني ماشي شي حاجه صعيبه يعني عندك لو موتور هاد لو موتور هذا كتخرج له شي مو كدير له التيست ديال الموتور واش خدام ولا ما خدامش. سينو ملي كتشعل من داخل الا طاح واحد الا طاح اللينك راه كتسمعوا كيدور كيدور دونك راه خدام. الا كان خدام يعني راه عندك مشكل في الليك يعني راه عندك شي واحد من هاد اللي بغا هادو اللي طايح اللي خارج من بلاصتو. وبالنسبه للناس اللي عندهم السويغلا سانتيرميتا ديزاكتيفي وباش دير تيست ديال الموتور ديالك حيت كاين اللي كاين فيهم سميتو كتشعل السويغلا كيشعل راسو. وبالنسبه لهادو الاخوان حيد البلاستيك هنايا نورمالمون كيجي هنا حيد البلاستيك او غتحيد لي السويغلا ديالك وغادي تركب وكلشي غادي يولي زاز. يلا الاخوان بلا ما نطول عليكم خلاو لي فرصكم واذا عندكم شي سؤال حطوا لي في لي كومونتير وانا معكم.